في انقسام. في دلوقتي احد الوكلاء اللي هو يعني هقول بالاسماء بقى، قول. في الاستاذ سمير عبد التواب كان بيحاول ان هو يساعد النادي، وعلى فكره كان متخصص مع الاستاذ عمرو ادهم وكان بيساعدهم في الملف الخاص بالغرامه الخاصه بالنادي الزمالك بتاعت بورتون لشبونه. اوكي، بس كان طب في بعض بيساعدهم كان والله. بيساعدهم تمام انه متواصل معاهم هناك، اوكي. فكان في انقسام عليه. فخلاص ده تمام. بعدها بقى في انقسام على قرار كابتن احمد سليمان والتعامل مره اخرى مع احمد يحيى ويحيى علي، ودي كانت المفاجاه انه ابتدى يتعامل مع احمد يحيى كابتن احمد ويحيى سليمان بيتعامل خالص دلوقتي مع احمد خلاص، يحيى ويحيى علي. وان اوكي هو دخل في تفاوض مع ان كان في ازمه حصلت وحد حكاها، ايوه. مصدرنا حكاه لنا بقى ان في بعض اللعيبه اللي كان كابتن حسين السيد اتفاوض معاهم، بعد كده كابتن احمد سليمان قال لهم لا احنا خلصناهم احمد عن طريق احمد يحيى، ويتاكد ان خلاص القيد هيتحل، يعني الفك القيد خلاص جاي، وفي بعض رجال الاعمال وفي فلوس خاصه بالشركه الراعيه يتم تحصيلها، وفي فلوس خاصه بالزمالك هيتم تحصيلها خلاص مع نهايه الشهر. في انفراج يعني. ده كويس كويس. فالفلوس دي هتتجمع مع مساهمه من اعضاء المجلس، مع مساهمه من رجال الاعمال خارج المجلس الاداره، ويحلوا ازمه القيد. فابتدوا يخشوا في تفاوض، فدي برضو عملت ازمه تانية. احنا مش عايزين احمد يحيى، فاشمعنى احمد يحيى؟ خلي بالك ده برضو يبرأ امير مرتضى، عشان اكون بقى بقول الحق، احنا يبرأ كنا أمير مرتضى، احنا لأن كنا كنا بنعترض ان امير مرتضى ما بيتعاملش مع حد غير مع الاثنين، احمد صح يحيى ويحيى علي، صح وبعدها قلنا ده مش هنتعامل معاه تاني. طب رجع تاني ازاي؟ طب احنا ليه بقى كنا بنلوم على امير مرتضى؟ انت بتجزمي بان خلاص التعامل رجع مع الاثنين دول. رجع بدليل ان في بعض التوقعات حصلت للعيبه، مين يعني هم بقى؟ انت كنت احمد هتقولي يحيى دلوقتي. تفاوض مع محمد شكري لاعب سيراميكا، الباك ليفت. والبلعوطي لاعب انبي، وعايز اقول لك حصل مشكله، وايمن الشريعي زعل وكلم مسؤول في نادي الزمالك وقال ما ينفعش تتفاوضوا مع اللاعب من غير ما ترجعوا لي، والمسؤول اعتذر وقال له لا احنا بس كنا بنشوف الدنيا ايه وكده، وبعد كده هنتفاوض مع حضرتك بس نحل ازمه القيد. انا بقول لك مكالمه. لا، معلومة البلعوطي دي انا عارفها لا يعني. ده حصل مكالمه، والشريعي كان زعلان. فاتفاوض ده كله كان عن طريق احمد يحيى، وكان اعتقد المقابل المادي حوالي 10 مليون يعني كمان. تمام. انا بقول لك اهوت بالمبلغ. بلعوطي وشكري برضو 10 مليون، يعني بقول لك بالمبلغ تفصيليا. ده المقابل اللي اتدفع للناديين يعني. لده او ده، اللاعب ماشي ده او اللاعب ده. ماشي اوكي. وكان واحد من اعضاء المجلس اتفاوض برضو في الموضوع ده، وكان هيجيب مبلغ اقل، بس طبعا دخول احمد يحيى دي زود ده المبلغ ده يعني. عمل مشاكل في المجلس. اوكي. وخلينا نتفق ان كابتن احمد سليمان هو اهم واولا واخيرا هو مصلحه نادي الزمالك، اكيد طبعا. لكن طبعا انت ما تعرفش مثلا ان هو الموضوع اللعيبه بيتعمل ازاي، او الوكيل بيسوق له الفكره ازاي. فاحنا عايزين نقول لا احنا واخدين قرار بس بحاجه، الكابتن فانت احمد المفروض سليمان برضو لا مش يعني ده تضليع. يعني ده ايوه هو واخد الجنرال باله بياخد وعارف حاجات وكويس قوي انا يعني هو فاهمه، بيعمل بس ايه. ان انت تتعامل مع حد انت واخد قرار ان هو اصلا سبب ان هو القوام الاساسي كل الفريق انتهى. يمكن مصلحه نادي الزمالك تقتضي ما ذلك هو يعني. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هو قال لهم اول حاجه ان انا ما ينفعش حد يقول لي اتعامل مع وكيل او لا، احنا واخدين قرار ان احنا نتعامل مع كل الوكلاء. فاتقال لا بس ده علشان هو سبب ازمه. كمان اتفاوض مع مين؟ مع اتنين من المنتخب الاولمبي، احمد يحيى باسم نادي الزمالك، مع محمد شحاته لاعب طلائع الجيش. طلائع ده من الجيش، بدري مع على ان هو ما الزمالك لعبش اصلا، يعني انت السنه ما دي بعيد شفتوش. شويه. ما بس هو لعيب شاركش. كويس ومع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لزد. بزد.